السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من صحه وراحه. اليوم ان شاء الله عندنا حلقه خفيفه بس لازم تركزوا معايا فيها، حلو جدا. ليه؟ لاننا هنعمل وصفات لطيفه وحلوه وحلوه زيكم بس انتوا احلى طبعا. هنعمل جيلي طبقات، جيلي طبقات ناس كثيره جدا بتسال عنه، وهنعمله فواكه طبيعيه على جيلاتين. اقول لكم هنعمل فيه ايه بس هيبقى شكله حلو قوي. لو عندك عزومه تعملي تورته جيلي رائعه قوي. وكمان هنعمل الوافل النهارده، هنعمل وافل بطريقه حلوه قوي لينا لاولادنا، هنشكل هنلعب فيه دلوقتي، هنعرف كل التفاصيل. تعالوا معايا الاول حاجه عندي، التورته. التورته فيها خطوات كتيره جدا. مبدئيا لازم كميه جيلاتين حلوه قوي هنستعملها. يفضل انه يكون الجيلاتين النباتي اللي هو الاجار اجار او اللي هو الاغار اغار على حسب، او الجيلي الباودر. الجيلي اللي احنا بنعمله بيبقى باكت جاهز ملون وفي الوانه وفي حركاته كلها، يعني ممكن تعملي ده وممكن تعملي ده. ممكن نعمل الجيلاتين العادي السايب اللي احنا بنجيبه بالوزن وخلاص. عندي اول طبقه هي طبقه جوز الهند، تاني طبقه انا اخترت نوع فاكهه معين. انت كمان ما تتقيديش بنوع الفاكهه اللي انا عاملاه، اعملي نوع الفاكهه اللي انت عايزاه. انا اخترت هنا المانجا. وعندي تالت طبقه اللي هي الشفافه او الطبقه الزجاجيه زي ما بتسمى، وشويه فاكهه. هنقول كل حاجه وايه بالظبط المقادير بتاعتها. عندي اول خطوه اللي هي 500 ملي من الميه، و400 ملي من لبن جوز الهند، 120 جرام من السكر، وكوباية جيلاتين بودرة. ده أول خليط عندي، هخلطهم كلهم مع بعض وحطهم على النار، أدوبهم على النار. حلو قوي، تمام. عندي تاني خليط، تاني خليط عبارة عن إيه؟ اللي هو خليط المانجو، خليط الفاكهة الطبيعية اللي انت هتنقي أي نوع فاكهة. أهم حاجة الفاكهة عندي تكون فريش، تكون عندي الفاكهة مضروبة في الخلاط ومهروسة ناعم جدا ومتصفية عشان تبقى معايا ناعمة جدا. أنا واخدة هنا 700 ملي مانجا بيوري ناعمة، ناعمة جدا كمان، و100 جرام سكر، و300 ملي من المية، وكوباية ونص من الجيلاتين البودرة. هيحتاج جيلاتين شوية حلو. أنا النهاردة بشتغل بالجيلاتين العادي اللي هو بيبقى عادي جدا ومتوفر في كل الأماكن. كمان عندي للوجه أو الطبقة الزجاجية عندي هنا مكعبات مانجا، عندي رمان، عندي روزماري بيديني شكل، عندي ورق ذهب. انت ممكن تاخدي نوع واحد، ممكن تاخدي فاكهة كتيرة جدا تعمليها. عندي كمان هنا بالنسبة 300 ملي من المية، 40 جرام من السكر، وعندي كوباية من الجيلاتين الباودر. طبعا اول حاجة هعملها الصينية بتاعتي، دي اول حاجة هنحتاجها او هنعملها بالشكل ده. هحضر الصينية بتاعتي وهبتدي اهو هاخد لها الفويل، وده ضروري جدا لازم عشان تحضير الصينية بتاعتي اعملها كده اهو، كأني هعمل تشيز كيك في الفرن. ليه؟ عشان لو هي بتسرب معايا ما تسربش نهائيا وتبقى معانا حلوة قوي. اهو 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 التورته دي بتبقى حلوه قوي وجميله جدا. اتاكد انها متقفل عليها حلوه قوي من تحت ومن فوق ومن كل حاجه. خلاص حضرت الصينيه هخليها على جنب مش هعمل فيها اي حاجه. هاخد الحله الاولانيه بتاعتنا هحط فيها هنا، انا طبعا مسخناها حلو قوي، هحط فيها الميه، لبن جوز الهند طبعا، لبن جوز الهند ممكن نستبدله بلبن عادي جدا، حليب عادي ما فيهوش اي حاجه ممكن استبداله بيها براحتنا خالص. عندي السكر بتاعي وعندي الجيلاتين. لازم اغليه غلوه، ضروري جدا اني اغلي الغلوه بتاعتي الاولانيه. بس وقبل ما اغلي الغلوه عايزه اخد هنا بس ويسك كده عشان اتعامل بيه اهو، اقلب اقلب لحد ما احس ان كله داب. هو اوتوماتيك عشان تبقوا عارفين الجيلاتين بتاعنا هيدوب كده كده لوحده، يعني هيدوب معايا لوحده. ليه بحط بقى اللبن بتاعي الحليب او لبن جوز الهند؟ عشان يبقى معايا اللون الابيض، لون ابيض زي لون المهلبيه. ممكن تعمليها بالمهلبيه بس بالجيلاتين هتبقى متماسكه وهتبقى احلى معاكي بكتير. هقلب 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 لحد ما تدوب حلوه قوي، وبعد كده اصفيها، وبعد كده هبتدي اشتغل بيها.
بخب بيها بعمل الكمية المناسبة اللي هتناسبني. بس بنعملها ازاي؟ باخد مثلا الكمية بتاعتي واخزنها، لان انا هعمل طبقة وبدخلها للفريزر، وبعد كده استنى عليها نص ساعة في الفريزر، وبعد كده اجيب الطبقة التانية واعملها والطبقة التالتة، واحنا مكملين وماشيين بنفس الشكل ده. هنا عندي نبتدي عقبال ما تغلي معانا واتاكد ان الجيلاتين بتاعي داب وبقى تمام معايا عشان يرجع يتماسك، هاخد البيوري بتاعي، هاخد الميه الاول والسكر والجيلاتين. عندي هنا الميه اهو، سكر، سكر حسب الرغبه بتاعتك، انت تحكمي في السكر زي ما انت عايزه، والجيلاتين بتاعي. هتلاقوا ممكن تكون كمية الجيلاتين بالنسبة لكم كبيرة، بس صدقوني مش هتحسوا بيها خالص، ان انا عايزاها لازم تبقى متماسكة حلوة قوي، وهستناها تدوب معايا حلو جدا. وهي بتدوب هحط عليها ايدي كده، هسيبها بتقلب فيها لحد ما اتأكد ان الجيلاتين بتاعي بيبتدي لونه يبقى، عارفين الذهبي الشفاف زي ما انتوا شايفينه كده عندكم، ما يبقاش مكلكع، ما يبقاش فيه كلاكيع خالص اهو. وهبتدي اضيف المانجا، لازم اضيف المانجا تغلي غلوة معاه، ضروري الخطوة دي انكم تعملوها، لازم تغلي معايا غلوة بسيطة خالص، وانا بضيف وبقلب، ولازم ايديكم فيها، لازم التقليب وانتوا بتضيفوا عشان ما تجمدش معاكم، لان المانجا بتبقى باردة والجيلاتين بيبقى سخن، فلو نزلناها مرة واحدة ممكن نلاقيها خلاص مسكت معانا جدا، يعني هتلاقيها في ثانية بقت تحولت معانا، جلدت معانا، وانا مش عايزة اهو. كده عملته وهخليه يغلي بس غلوة، وهنا كمان الجيلاتين بتاعي خلاص داب وبقى معايا حلو جدا، شايفين اهي بالشكل ده بيبقى دايب وحلو جدا وحاجة رائعة. طبعا بصوا شايفين بيبقى معايا لونه كمان حلو قوي، اللون الابيض اللي هو تحسوه مدي شويه غمقان عشان يبقى نفس قريب على لون المانجا بتاعتي، يبقوا لايقين على بعض، ما يبقاش الفرق واضح قوي. باخد بالشكل ده في الصينيه بتاعتي، لازم احضر اول طبقه، هختار انا الطبقه بتاعتي، عايزاها بيضاء، عايزاها مانجا، عاملاها بالكيوي هتبقى لونها اخضر، عاملاها بالفراوله او بالبطيخ او بالتوت، هتبقى على حسب اللون اللي حضرتك منقياه واللي انت عاملاه في المانجا بتاعتك. هاخد اول طبقه بتاعتي، بسم الله، خدوا بالكم ممكن تسرب معاكم من الجناب في الاول شويه بس عادي جدا اهو، وهبتدي انزل بالطبقه. الطبقه هتبقى معايا قد ايه يا زوزو؟ هتبقى معايا الطبقه بتاعتي تقريبا حوالي عقله او نص عقله على الاقل، يعني عايزاها كده شويه، يعني نص سنتي لغايه سنتي، ما كترش عن كده. واسيبها في الفريزر مده قد ايه؟ اسيبها في الفريزر مده نص ساعه، ما تعليهاش قوي وما تصغريهاش قوي، انا عايزاها تبقى واضحه معايا انه في خط ابيض في الاخر كده. بعد ما تجمد معايا هعمل نفس اللي انا عملته ده بالخليط بتاع المانجا بتاعتي اهي، اللي ابتدت تغلي معايا، وما بستناهاش تبكبك كده وهي بتغلي، لا انا بسيح بس الخليط او بسيح الجيلاتين مع الخليط، واخليها تاخد بس الغلوه الاولانيه وبشيلها على طول، ما بسيبهاش. ده كده في المرحله دي بيدخل الثلاجه، ضروري جدا لازم ندخله الثلاجه باي شكل من الاشكال. بس قبل ما ادخل الثلاجه انا بطلع الخليط ده اللي هو هنا واسيبه على جنب، اسيبه على جنب يهدى معايا تماما، لان انا لو حطيته هقول تاني من الاول عشان تبقوا مركزين معايا، لانها فعلا هتعجبكم قوي وتبقى حلوه قوي نتيجتها. حطيت اول طبقه من طبقه لبن جوز الهند او الحليب العادي اللي احنا هنستبدله بحليب عادي، دخلتها الفريزر نص ساعه، عدت النص ساعه بطلعها بلاقيها متجمده، لان كميه الجيلاتين اللي انا حطاها مناسبه جدا وفي نفس الوقت مش هتشد معاكم، ما تقلقوش هتبقى معايا حلوه جدا. هطلعها لما اجي ادخل ده الفريزر اكون مطلعه الخليط الثاني، اكون مطلعه ايه الخليط الثاني، مش الطبقه الزجاجيه لا، الخليط الثاني بس اكون محضره ومطلعه، يكون ابتدى يبرد معايا لانه هياخد مده عشان يبرد معانا، عايزاه دافي زي دمعه العين. تاني طبقه هننزلها عليها وهوريكم ازاي هننزلها دلوقتي طبعا، بس هندخل دي الفريزر، وكل اللي هنعمله نعمل ايه، نطلع فاصل ونرجع لكم على طول، خليكم معانا.
رجعتكم من الفاصل. طبعا عملنا الطبقات بتاعتنا كده، بعد ما بتتماسك معايا الطبقة بتاعتي، طبعا شوفوا بقى منظرها الأول عشان تبقوا عارفين احنا بنعمل ايه وهيطلع من عندنا ايه. انا هخليكم تبصوا عليها وتتمعنوا فيها، هتشرفك قدام ضيوفك، هتبسطك جدا، ولادك هينبسطوا. تورتة متكاملة بكل أشكالها وبكل شكلها، وانتي ممكن الألوان دي تشكلي فيها 100 لون، ممكن تعملي لون ولون، ممكن تعملي يعني أبيض وأخضر، أبيض وأحمر، أبيض وأصفر، أبيض ومش عارف إيه. بس الطبقة الزجاجية اللي فوق دي لازم تحافظي عليها زي ما هي كده، بنوع الفاكهة اللي انتي هتعملي، الفاكهة تكون نفس اللون اللي انتي هتعملي عشان تديكي ضايع حلوة قوي. ممكن نخليها في الأصفر، ممكن نخليها في الأورنج، ممكن نخليها في أي حاجة احنا عايزينها. عندي هنا الطبقة بتاعتي عملتها وجمدت معايا، واهي شايفين نشفت معايا. لازم يكون الخليط بتاعي التاني، طبعا انا هنا عاملة كذا طبقة وهوريها لكم، بس احنا هنا لازم يكون الخليط بتاعي برد معايا. انا لو نزلتها عليه وهي سخنة انا هسيحها وهدخلهم في بعض، هسيحها وهحطهم في بعض. لو حطيتها بالشكل ده وهي سخنة هيسيحوا وكله يتلخبط في بعضه، مش هتبقى الطبقة مع طبقتها. تعالوا نعمل الطبقة التانية عقبال ما ايه تكون هديت معانا عشان اوريكم ازاي. عندي هنا الطبقة الازاز اللي انتوا شايفينها، ودي اللي هعملها دلوقتي معاكم هنا، وهنبردها براحتنا. يعني انا هخلي هنا بس المية تدفى ويسيح معاها الجيلاتين والسكر، وهقوم شايلها على طول عشان ما تسخنش معايا قوي، وفي نفس الوقت ما تسيحليش اللي انا عاملاه. اهو اهو اهو، ايوه كده. طبعا الشكل هنا ممكن تشكليه بالشكل اللي انت عايزاه براحتك خالص. اقلب الجيلاتين بتاعي بس يسيح معايا وخلاص، هشيلها على طول. الطبقه دي بالذات هسحبها على طول وهزود فيها شويه ميه ساقعه عشان ما استناهاش تبرد معايا، لان لو استنيتها تبرد هتاخد وقت طويل قوي معانا. نسيحهم كده، ايوه بالشكل ده كده. انا سيحت الجيلاتين بتاعي، هاخده هنا واعمل المصفى بتاعتي ونيجي نصفيه. بصوا هو لسه هيبتدي يغلي، شايفين المنظر هيبتدي يغلي معايا، ابتدت البكبكه كده من النص تتعمل، بس انا مش عايزاه يعمل لي كده خالص، عايزاه يبتدي يغلي وهصفيه عشان الكلكيع والكور تبقى معايا متشاله تماما. طيب بعد ما تشيليها يا زوزو هتعملي ايه؟ بقول لكم التورته دي وهميه وحلوه ورائعه جدا، يعني لازم تجربيها. هنا بقى عندي سخن جدا الجيلاتين، وهيبقى معايا الموضوع صعب قوي لو انا ايه، لو انا جيت وعملته كده هسيح برضو الطبقة. هاخد هنا شوية مية عشان افتح كمان اللون اهو بالشكل ده، واخليها تفتح اللون او افتح اللون بتاعي معايا، ويبقى معايا حلو جدا وجميل جدا واعرف اشتغل بيه على طول. هبتدي اخد هنا المانجا بتاعتي، اوزع المانجا زي ما انا عايزة، اعمل وردة، اعمل اتنين، اعمل تلاتة براحتنا خالص، اعمل اشكال اللي انا عايزاها. ممكن لو عندي الايس اللي هي بتطلع لي كور ديبول ممكن اعملها، هتبقى معاكم حلوة جدا. هنا انا بوزع المانجا المربعات، يفضل انها تبقى متماسكة شوية، متبقاش طرية معاكم قوي عشان يبقى معاكم شكلها حلو وتبقى جميلة. اها بشكل عشوائي، مش لازم تظبطيها يعني عارفين اللي هو بالمسطرة، لا هي بشكل عشوائي وهيبقى معاكي حلو جدا. والرمان بتاعنا الجميل اللي بينطق الدنيا، والرمان موجود دلوقتي، ممكن تغيري برضو الرمان بأي نوع فاكهة. هاتوا نحط ده كمان، ايوه بس كده، واحط لو احتجت تاني هاخد اهو. حطيت كده ايه، حطيت الرمان وحطيت المانجا بتاعتي. هبتدي احط هنا الروزماري، بيديني لون حلو قوي. الفكرة هنا في الروزماري مش طعم على فكرة، قد ما هو بيديني لون وبينطق معايا الدنيا بشكل حلو جدا وجميل صراحة.
ورق الذهب ده بقى اللمسة الأخيرة اللي بيديها لك. ورق الذهب دي اللمسة الأخيرة اللي هنخليها هنا، بيديكي كده يحسسك إنها ريتش قوي، التورتة غنية جدا مع إنها شوية جيلاتين ومية وخلاص، وأي نوع فاكهة عندك وهتبقي زي الفل وجبرت على كده. مش لازم مانجا، ممكن تعملي أي نوع. لازم تبقى باردة، لازم لما احط صباعي عليها كده يبقى حاسة انه دافي زي لبن البيبي اللي انا بديه للبيبي، بدفيه كده بطريقة بسيطة. ولما اجي انزل، انزل بالراحة ووزع الطبقة وهي متساوية عشان تبقى معايا حلوة اهو، لحد ما اوصل للطبقة اللي انا عايزاها طبقة بطبقة، وكل ما بين طبقة وطبقة نص ساعة في الفريزر، يعني ما بين كل طبقة والتانية نص ساعة في الفريزر. بليز لازم نحافظ على الوقت عشان تبقى معانا الموضوع مظبوط. ولازم اغطي الفاكهة لحد ما توصل لايه؟ للطرف بتاعها، ايا كان مش فارق معايا بقى كتير مش كتير، المهم انه يبقى معايا طبقة زجاجية زي ما بقول تبقى حلوة جدا. يبقى بس طرف المانجا بتاعي اللي طالع بره، كأنه عارفين 3D كده، كأنه في حاجة طالعة واضحة معاكم. هنا طبعا انتوا شايفين الرمان اختفى، انا هكتفي بالرمان ده كده؟ لا، هبتدي ألعب بقى على الرمان اني ازود فيه وابتدي اعمله كده عشان يبقى معايا واضح. الجيلاتين ده اول ما يهدى هتلاقوه بقى شفاف معاكم زي اللي انتوا شايفينه في التورتة اللي احنا عاملينها اهو، بس كده بيدي ضي حلو قوي. ممكن هنا تدخلي 100 لون فاكهه، عارفين 100 لون؟ 100 لون فاكهه بمعنى 100 لون فاكهه، يعني ممكن تحطي الوان كتيره جدا واشكال كتيره جدا في الفاكهه بتاعتك. ممكن تحطي كيوي على موز على مانجا على فراوله على بطيخ على اي فاكهه عندك، حطي تفاح برتقان، نطقي الشكل ظبطيه زي ما انت عايزه واعملي اللي انت نفسك فيه. هنا هبتدي بقى جه دور الايه؟ دور ورق الذهب. لازم ايدي تبقى ناشفه حلوه قوي، او يبقى عندي الملقاط بتاعه، ملقاط عادي جدا بس بتاع الحلويات بنشتغل بيه، بيبقى كده. بس انا بحب اعمله بايدي الصراحه، بحس اني بتحكم فيه اكتر. اها، وابتدي اوزع ورق الذهب بتاعي. ممكن تستغني عن الخطوه دي بس بيديها شكل بصراحه يعني حلو قوي. وما حطوش من جوه، لا هو انا بعمل كده بس من على الوش، بخليه يبقى ظاهر من على الوش عندي وخلاص عشان يديني الشكل، والجيلاتين بيمسكه حلو جدا، مش هيطير معاكي خالص، مش هيبقى مش ظاهر. طعمه هو عبارة عن سكر على فكرة، ورق الذهب ده عبارة عن سكر بس كده، يعني ما تقلقيش هو عبارة عن سكر، وكمان ما بتستطعميهوش كسكر، يعني ملوش لا طعم ولا أي حاجة، هو للزينة فقط لا أقل ولا أكتر بس كده أهو. وبقت التورتة بتاعتنا جاهزة، بدخلها الفريزر بقى بعد ما خلص آخر خطوة عندي. بحطها في الفريزر قد إيه؟ بحطها في الفريزر ساعة ساعة ونص، لو عندي وقت أسيبها زي ما أنا عايزة، أو أنزلها للتلاجة وأسيبها بقى ساعتين ثلاثة، أسيبها تمسك حلو جدا أو تمسك نفسها حلو جدا، بتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، الشكل اللي قصادكم بيبقى حلو جدا جدا جدا. لازم تجربوها ولازم تعملوها بالشكل اللي احنا عملناه، واتمنى يا رب اني اكون فدتكم شويه يعني حتى في موضوع الطبقات، لانه خصوصا الجيلي بتاع الطبقات بالذات لازم نقعد نستنى فيه شويه، يبقى بالنا طويل قوي عشان نستناه. كمان عشان افك التورتة بتاعت الجيلاتين بالذات، أي حاجة فيها جيلاتين أو آيس كريم، عايزة أقول نقطة مهمة جدا لازم نستنى عليها. بمعنى إيه؟ لازم نديها بعد ما نخرجها من الفريزر أو من التلاجة، لازم نستنى عليها ربع ساعة أو تلت ساعة، تكون الحواف بتاعتها أو الجوانب بتاعتها تكون هديت معايا وفكت معايا. نطلع فاصل نرجع لكم على طول، عندنا وافل هيعجب الأطفال جدا جدا جدا، هينبسطوا بيه وهيلاقي الموضوع معاكم حلو قوي. خليكم معانا، فاصل ونرجع على طول.
رجعنا لكم من الفاصل. طبعا هنعمل الوافل، الوافل اللي ناس كتيره جدا طلبته مننا. تصدقني انا اول مره اكتشف ان انا ما عملتش الوافل طول المده اللي انا معاكم، والله عيب. هنعمل الوافل، حلو قوي وجميل جدا وسهل جدا وبسيط وبلاش عائدات وكلاكيع. هنعمل الوافل وهيبقى معانا احسن من اللي بنعمله بره واضمن وانضف، تمام؟ هنحتاج، سجلي، هتبقى المقادير معاكي مظبوطه. 4 بيضة طلعيهم من التلاجة قبليها بنص ساعة وحطيهم على جنب، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. حلو؟ عندي 4 معالق كبيرة من السكر، ونص كوباية من الزيت، كوباية وربع من اللبن الدافي، وكوباية وثلاث ارباع من الدقيق المنخول، وعندي كمان 4 معالق كبيرة من النشا، ومعلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة ملح، وزيت للدهن، وألوان طعام. كمان عندي للتزيين، دي حاجة بتاعتنا، عندي زبدة فول سوداني، زبدة فستق، شوكولاتة كريمي، سكر بودرة، توت أحمر، بلوبيري، وكمان عندي موز حلقات، وعسل أبيض، ورقائق لوز، وكمان كريم شانتي. يعني عندي اختلاف في التشكيلة أو مشكلة التزيين براحتي خالص. يعني أنا عملت عشان يبقى عندكم اختيارات كتيرة جدا، تعملوا اللي انتوا حابينه، اختاروا مكون واحد من الحاجات اللي احنا بنزين بيها. نبتدي أول حاجة، أهم حاجة في الموضوع ده البيض. بصوا انا هعمله يدوي، ولا مطحنه ولا ميكسر ولا اي حاجه، هنعمل الموضوع مع بعض يدوي. مدام يسر، سلام عليكم. حبيبتي ما تحطيش سكر، انت كفايه هتمسكيه. والله انت السكر يا مامتي، انت السكر اللي بيحلي حلقتي. ازيك يا روحي، عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، تراثنا اتشرف امبارح. يا حبيبة قلبي ده الشرف ليا، ربنا يخليكي. والله ونورتي المعرض يا روح. يا حبيبة قلبي ربنا يخليكي، الشرف ليا، ربنا يبارك لك. الله يخليكي، وتورتة الموزاييك دي حلوة قوي قوي، مبتكرة، جميلة يا جوز. شوية اختراعات كده، شوية اختراعات. لا ما شاء الله عليكي والله، أستاذة. ربنا يخليكي، والله أستاذة يا جوز. ربنا يخليكي ليا يا رب، شهادة الأمة هي أهي يا جماعة. ربنا يخليكي ليا يا أحلى ماما في الدنيا. عندي هنا البيض اللي مطلعاه قبليها بقد إيه؟ قلنا قبليها يعني بشوية، حلوين نص ساعة اهو. هضرب 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 هضرب، وانا بخفق هقوم رامية الملح بتاعي والفانيليا مع بعض، وهقلب يدوي، ما تعملوش اي حاجة، هي يدوي وانا بقلبها اهو، شايفين بالشكل ده كده. انا ضمنت ان الزفارة اول حاجة راحت منه تماما، تاني حاجة انا متأكدة كده انه البيض عندي سليم وحلو قوي وجميل جدا والقوام اللي انا عايزاه. حطيت الزيت والسكر في آن واحد في نفس الوقت، وهبتدي اقلب. سلمى سلام عليكم. الو، ازيك؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ بحب حضرتك جدا. وانا بحبك. ايه رايك في تورتة الجيلي النهاردة؟ حلوه جدا. حبيبه قلبي تفضليها، اموري، عايزاني اعمل لك ايه؟ عايزه طريقه المولتن كيك بالشوكولاته، وعايزه طريقه البان كيك. عينيا الاثنين حالا، البان كيك والمولتن كيك. عندنا بقى جه دور ايه؟ جه دور الحليب. هبتدي انزل وانا بقلب، بنزل بالراحه، ونقعد نقلب 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 لحد ما نعمل مزيج حلو جدا. هاخد بقى النشا والبيكنج صودا والبيكنج باودر، او اللي هي بيكربونات الصوديوم، هي حاجه واحده، اختلاف بيبقى حاجات يعني، ها، وهخليهم كلهم مع بعض. هديهم تقليبه الاول على الناشف بالشكل ده، وهبتدي انزل بيهم بالنواشف كلها مره واحده. يلا بينا، هبتدي هنا انزل وانا بقلب بس بالراحه عشان ما نطيرش الدقيق ونبوظ الدنيا كلها اهو. ومقادير البانكيك على الشاشة، وابتدي هنا اقلب المكون بتاعي. في المرحلة دي عندي الجهاز بتاع الوافل بيسخن معايا حلو قوي، ممكن استنى على العجينة وممكن ما استناش عليها، لان هي كده كده بتاخد وقت حلو قوي.
ممكن كمان ادخلها الفرن لو عندي القوالب السيليكون اللي بتديني شكل الوافل، ممكن احطها في الفرن. والمولتن كيك كمان على الشاشه، طبعا احنا بنعمل دي عجينه الوافل غير المولتن كيك اللي بتبقى موجوده على الشاشه، دي المقادير اللي حضراتكم طلبتوها. هنا عندي الخليط بتاعي بالقوام ده اهو، شوفوه اهو بالشكل ده، ده قوامي اللي انا عايزاه. انا مش عايزاه تقيل لاني انا مش بعمل كوكيز، يعني انا عايزاه بالشكل ده، قوام زي البانكيك بالظبط بالظبط. عارفين يعني ايه بالظبط؟ يعني بالظبط يعني لا ازود ولا اقلل ولا 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 اي حاجه. في مرحله حلوه قوي، انا حبينا نطلع من القالب الطبيعي وعايزين نعمل حاجه تبقى مختلفه شويه او تبقى شويتين مختلفة، مش شوية الصراحة. هناخد بولة بس هنا ونيجي كده نعمل كده. عندي هنا هفرق، أنا عايزة أعمله ألوان كتيرة قوي، هاخد هنا هقسم الكمية على حسب اللي عندي. حلو، هاتوا افضلكم الدنيا كده او سيبوا ده هنا عشان اقلب بيه. اختار لون ايه؟ عندي الكاكاو، عندي ازرق احمر موف اخضر اصفر كل الالوان. لو عايزاها طبعا ابيض الطبيعي هنعمله ابيض زي ما هو وهنصبه في القالب بتاعنا، بس انا عايزاها الوان. مثلا هاخد الازرق، انتم عارفين الازرق عشق وحياه، هاخد الازرق ونقطه بس واشوف هيديني اللون. الله، ايوه بالظبط لون البحر، هو ده أحلى لون في الحياة ممكن تتخيلوه، هو ده راحة نفسية رهيبة. عشان كده تلاقوني كل حاجات زرقاء 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 من حبي في اللون على فكرة. كده عندي اللون بتاع التركواز أهو موجود. طبعا أنا هنا محضرة ألوان حلوة قوي كتيرة، خلينا نشيل دول من هنا، احمر واصفر واخضر وبالكاكاو. ممكن تعملي ميه البنجر لو مش عايزه تدخلي لون طبيعي، تديكي الاحمر، ممكن تدخل بلو بيري يديكي الموف، ممكن تدخل الكيوي هيديكي اخضر، يعني ممكن تعملي توت هيديكي ازرق، هتعملي اشكال والوان. عندي الخليط بتاعي بالشكل ده، ببتدي اخد هنا الجهاز بتاعي السخن جدا جدا جدا، واخد هنا او خلي دي وناخد معلقه تانية، ايوه هي دي عشان تبقى معانا مظبوطه. عينيا الاثنين، اول واحده نعمل ايه يا زوزو؟ عايزه بس نقطه كده زيت، وده ضروري جدا، هعملها بالمنديل. عندي هنا او سبراي ورشه بسيطه، انا هنا مثلا هاخد شويه زيت في المنديل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهقوم دهنه الجهاز بتاعي عشان ما اخدش زيت كتير، او السبراي يعني انا بفضل يا سبراي يا فرشه لو عندكم عشان ما تلزقش معاكم وما تبقاش يعني الموضوع يبقى صعب. وهبتدي اخد هنا شويه هنا شويه كده كده هم هيتلخبطوا كلهم دلوقتي مع بعض. اخد هنا يعني مش بالضروره نشكل نفس الشكل، اها لغوصت ايدي بس فداكوا طبعا. احمر مع الاحمر، نيجي للأزرق بتاعي وهنا شوية أزرق كمان. لازم أحط الأصفر بينطق اللون حلو قوي، شوية بس كده بس كده. حطيت كده كل الألوان، هعمل إيه؟ هقفل الجهاز بتاعي بالشكل ده ومش هضغط عليه غير التوستر، مش هنضغط عليه، هنسيبه كده ونخليه المدة بتاعته لحد ما نلاقيها عليت معانا وخدت وقتها، ويطلع لكم أحلى وافل. نسيبها تستوي ونطلع فاصل ونرجع لكم على طول، خليكم معانا. رجعت لكم من الفاصل. طبعا بعد ما بنعملها الوافل بتاعتنا بتبقى بالشكل ده، شوفوا بتبقى حلوة جدا،
طرية جدا، جميلة جدا، ملونة جدا 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 جدا. شوفوا هشة ازاي، شايفين؟ حلوة قوي قوي قوي. نيجي بقى للتزيين، حاجة بتاعتنا وحاجة احنا بنعملها بالشكل اللي احنا عايزينه. احنا هندي اشكال كتيرة، وفين يا زوزو؟ تيجوا هنا نعمل اول حاجة هنا كريم شانتي، بس كم حاجة كده من فوق، وهنشوف هنعمل ايه فيه. بنلعب مع بعض حاجات بسيطة خالص. نيجي بقى للفاكهة بتاعتنا. عندي باخد العسل، اول حاجة العسل بتاعي، ودي بتبقى حلوة قوي بالعسل اصلا، يعني بتبقى بصراحة رائعة. بس كده خدنا العسل، هبتدي اخد شوية فاكهة، يعني خدوا بالكم الفاكهة بتخليها تثبت ويبقى معاكم حلو قوي، ورشة بسيطة من السكر البودرة، بس كده. ده أول واحد معانا بالطريقة دي، شايفينه؟ يلا بينا نقدم كل طبق نعمله، نيجي نقدمه هنا الأول. عندي كمان هنا الفستق. واو على الفستق، كريمة الفستق للعشاق الفستق بتبقى حلوة جدا 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 جدا. كم خط كده، بتدي تيست حلوة قوي الصراحة، وبتبقى جميلة معاكم. ممكن تسيحوها أكتر من كده لو انتوا عايزين تبقى معاكم حلوة. أنا بحب أحط معاها بصراحة، خليني أفكها أو أفتحها، زبدة الفول السوداني. بتدي تناغم في المكسرات حلو قوي، يعني بمعنى حلو قوي، يعني بتديكم تيست بصراحة حلو جدا وجميل. لا لازم نسيحها دي، خليني أسيح شوية. عندي هنا والله بتبقى حلوة قوي، وبيبقى طعمها رائع، ما بتحسش باختلاف، بس هي الفكرة كلها إنه بيبقى معاك الموضوع، خصوصا كمان الأطفال بنعرف ندخلهم الحليب، البيض، الحاجات الحلوة كتير جدا، المكونات اللي ما بياكلوهاش الأطفال عينيها بتروح على الألوان الكتيرة، فده من الأساسيات صراحة، يعني لازم نديهم وقتهم وندلعهم كمان، فده ضروري، وخصوصا لو في شوية فاكهة. يا الله خلينا وشوية من هنا رقائق اللوز طبعا. ونيجي ناخد برضو الطبق بتاعنا نوديه هناك. احنا بس كل طبق هنعمله هنوديه على طول. هنختلف هنا شوية، هنا هحاول اعمل شوية كريم شانتي، في ناس بتحب كريم شانتي، هوريكم اعمل فيها ايه دلوقتي حالا، ومعاها طبعا العسل اللي بيبقى مع الكريم شانتي بيدي طعم حلو جدا، بس مش كتير خالص كده. فينك فينك فينك، ايوه تعالي، تصدقوا دي اكتر واحده سايحه، ومعاها الشوكولات، شوكولاته رائعه وحلوه. استنوا عشان برضو ولادنا يحبوها. نيجي هنا نعمل واحدة بالشوكلت بس، والمكسرات مثلا واللوز او الفستق او البندق براحتنا خالص، يعني احنا دي حاجة بتاعتنا، واحنا عارفين دي خصوصا الشوكولاتة الكريمي بيعشقوها الولاد. هتلاقوا عندي لغوصة بس لازم معلش شوية، انتوا عارفين مطبخي مش بيتلغوص، بس من الضروريات دلوقتي، وهخليها بس كده. مدام روحية سلام عليكم. ازيك يا زوزو؟ ازيك يا قلب زوزو؟ وحشاني يا حبيبي. اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما. انا الحمد لله زي الفل.
ربنا يبارك فيك وفي ايديكي والجمال اللي انت بتعمليه لنا ده يا زوزو. يا رب يخليكوا ليا، يا رب يخليكي ليا يا مدام روحيه. انا عندي المكنه اقدر اعمل اللي انت بتعمليه ده. طبعا تقدري وتعملي احسن منه كمان، انت هتبقي رايقه وفي البيت وبمزاج. لا طبعا انا عايزه المزاج وعايزه البال الرايق وتفتدي بقى. لا لا هتعملي احلى من كده. والله يا زوزو كنت بعمل كل حاجه، جيتي الايام دي مخروعه خالص يا روح قلبي. لا ده انا اجي اعمل لك الحاجات دي كلها. ربنا يخليكي ويبارك فيك وتسلم ايديك يا زوزو. ويسعدك يا رب ويبارك لك ويخليكي لينا يا احلى مدام روحيه، يديك الصحه ان شاء الله يا رب. عندي هنا كده وكده وكده، وبرضو هناخد شوية عسل انه بيديها حلوة، ممكن تعملوا السيرب على فكرة بيبقى حلو قوي برضو معاهم، بس انا هنا حبة العسل يا اما شوكولاتة مع زبدة الفول السوداني. وناخد هنا كم موزة كده بس كده اهو طبقنا. نروح ننط هنا، فاضل لنا اخر طبق وتبقى حلقتي خلصت معاك، وتصدقوا ما بشبعش منكم خالص خالص خالص. نعمل ايه؟ شوكولاته وموز صح؟ واهولوس خلاص كده زي ما انتم شايفين حلقتي. خليني اعمل دي الاول قبل ما اقول لكم حلقتي خلصت معاكم وبحبكم قد ايه. لازم اعمل كده، هاخد شويه موز اهو وشويه من اللوز وبس كده حلقتي خلصت معاكم النهارده. عملنا تورته الجيلي وعملنا الوافل لاولادنا اللي بنحبهم بنموت فيهم. اتمنى اتمنى فعلا انكم تجربوا الوصفات دي لانها فعلا حلوه قوي ناجحه قوي، هتعجبكم قوي 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 قوي. اشوفكم في رعايه الله في حلقه جديده. بصحه وراحه، باي باي.